وأصلا معتز شهيد استشهد في قضية إنسانية، قضية نبيل وشريف اللي هي قضية الأسرة، يعني له طبعا له الوفاء للأسرة، الوفاء أسفل الشهداء. زيارة هاي أي أسير بزور والد شهيد، هاي وفاء من شريحة طبعا مهمة عندنا اللي هي شريحة الأسرة، لشريحة ثانية الأهم اللي هي شريحة أهل الشهداء، يعني له طبعا كثير. يعني هذا أنا بعتبر زي ما التكملة للمشوار اللي بلشوا فيه الشهداء جميعهم بشكل عام، وبالتحديد الشهداء اللي استشهدوا في قضية الأسرة. يعني كله على نفس الطريق ونفس المشوار ونفس نفس الهدف ونفس القضية. طبعا كل يعني ما بتقدر تفصل قضية عن قضية، كله متكامل مع بعضه. حس والله الأسرة وضعهم طبعا حرج وصعب، ما فيش مجال قدامهم إلا طبعا تكون الوحدة طريقهم، يتحدوا مع بعض، تكون كلمتهم واحدة، والصبر طبعا ما في قدامهم إلا الصبر، بس فيش مجال غير الصبر هسه. والله يفرج طبعا عن جميع الأسرة، شكرا، ويتقبل شهدائنا. حياك الله كل